يعني اذا احنا نلجا لشفط الدهون في حالتين، معانا صوره حتى بس بالظبط نتفرج كده. عليها على التثدي عند الرجال، دي صورة دي مشكله كبيره قوي يا دكتور بالظبط. احمد، بتعاني منها كتير جدا من الشباب الموضوع بتاع التثدي عند الرجال. تمام هنا ده بعد بعد الشفط على طول، هنا شفط منطقه الثدي والبطن والجنبين. تمام هو السؤال المهم جدا، هو ايه التثدي؟ بالظبط التثدي هو زياده في حجم الغده اللبنيه عند الرجال. الغده اللبنيه ما هيش دهون بس، هي انسجه ليفيه، بيحصل فيها زياده بنسبه اكتر من 85% لاسباب غير معلومه، بتزيد في حجم وبتاخد الى حد ما الشكل الانثوي. الحل الاساسي والرئيسي في علاج التثدي عند الرجال هو شفط الدهون مع استئصال الغده الدهنيه او الغده اللبنيه اللي فيها مشكله. وبالتالي الحاجات اللي بنسمعها كتير قوي دكتور احمد، زي الميزوثيرابي، زي الحقن، زي الاجهزه بالذات في منطقه الثدي عند الرجال لعلاج التثدي، دي حلول غير واقعيه، غير الغد. لان اساس المرض ما بيتعالجش بالحاجات دي. اساس المرض مشكله في الغده الدهنيه، وبالتالي لازم نتخلص من الغده الدهنيه، العلامات الغده اللي في اللبنيه. العلامات اللي في الصوره دي يا دكتور، ده بيبقى قبل العمليه بتحدد بيها ايه الاماكن اللي احنا تمام، هنشفط منها او دي من اهم الخطوات في عمليات شفط الدهون بشكل عام، ان احنا والمريض واقف وصاحي معانا بنقدر نتفاهم ونحدد المناطق اللي فيها المشاكل. الماركينج او التعليم قبل الجراحه من الخطوات المهمه جدا. ليه؟ لان المريض لما بينام بيختلف توزيع الدهون عن ما هو واقف، تمام. وبالتالي التعليم دوت هو الجايد، هو المرشد لينا اثناء الجراحه عشان نقدر نشيل الدهون من المناطق اللي فيها مشاكل. يعني بيبقى فيه تعليم عشان بس بعد ما بينام تمام. عملية الشفط، بعد ما بينام على الترابيزة بتاعت العمليات بيختلف شكل المنطقة اللي احنا فيها الخلايا وهو الدهنية. واقف بنرسم شكل الجسم، بنرسم بنحاول شكل، نتخيل بتنحت، مع هو المريض ده اللي النحت، هو عايزه ده بالظبط نحت كده. هو ده النحت، هو بيقول لك المنطقة اللي مضايقاه وبتبتدي انت بنرسمها تشتغل وبندقق، نشوف اعلى عليها. منطقه فيها ايه، واللون ده هيبقى ايه، وهنشيل من هنا حوالي قد ايه، وهنشيل من هنا حوالي قد ايه، واذا كان في عدم تناسق بين الجنب اليمين والجنب الشمال ازاي نقدر نوصلهم لبعض، وهكذا. هو ده نحت القاعه. يعني اذا معلومه ثابته، التثدي عند الرجال مش مجرد تجمع دهني زي ما الدكتور احمد صلوت بيقول، بيكون في تضخم في الغده اللبنيه، وبالتالي ما تلجاش لاي شكل من اشكال الحقن. احنا بنسمع الفتره الاخيره على الحقن وعلى حاجات كتير، الدكتور احمد بيقول ان ده مش حقيقي، لان في النهايه هي في غده لبنيه يجب استئصالها وبتكون